بالنسبة للناس اللي بغاو يبدلوا البيرمي ديالهم، تمشي تشري هذا المطبع هذا بجوج درهم، راه كاين في المكتبة، وكاين هاد الورقة هادي حتى هي راه كاينة في السيت ديال النارسة، تتخرجها منها ولا تشوف السبير يخرجوها لك، راها فابور تعمرها، تعمر المعلومات راه كاينين هنايا، انا عمرتها ما بغيتش يبانوا ليا المعلومات. وكاين هاد المطبع هذا حتى هو راه كاين في المكتبة، تيتباع تقريبا بشي 7 دراهم، فيه 3 ديال سميتو، تمشي عند الطبيب ديال العينين تيعمرها ليك 120 درهم، تمشي تخلص البريد كاش تخلص فيه 400 درهم اخرى ديال التنبر. وكاين حل اخر باش ما تصدعش راسك مع هذا الشيء كله، مع هذه الورقه بالضبط، حيت هذه الورقه مديرونجي شويه، باش تعمرها خصك تمشي للخزينه العامه تخلص عندهم 400 درهم وتي كاشيو ليك هنايا في هاد البلاصه اللي ترخص باداء واجب التنبر، تدي منها جوج، وحده تبقى عندهم تما وحده تجيبها انت، ولكن انت ما عادش يعني صراحه ما تحتاجوش كاع هاد الورقه، ما ديرهاش كاع نهائيا، تمشي عند بريد كاش تدي معاك غير ورقه ديال لا فيزيت ديال العينين وفوتوكوبي لا كارت والبيرمي القديم اللي بغي يتبدل ولا كارت ناسيونال باش يشوفوها. هاد ثلاثه الحوايج اللي غادي تحتاج، هاد الورقه الا بغيتي ديها خصك تمشي تكاشيها في الخزينه العامه تخلص لها 400 درهم، ولكن تما الا مشيتي عندهم بريد كاش تزيدوا عليك واحد 15 درهم، يعني تخلص 415 درهم، تخلص 415 درهم، ما تحتاجش كاع الورقه، ما تعطيهاش لهم كاع، تخلص 415 درهم، تاخذ عندك لا فيزيت ديال العينين وفوتوكوبي لا كارت والبيرمي القديم، وتيشوفوا لا كارت ناسيونال ديالك مع فوتوكوبي لا كارت واش هي ولا لا، هادشي اللي تحتاج ليه، ما تحتاجش كاع الورقه كاع الا تخلص عندهم تما. اي والله ما يصير.